رشا الكرم في كدمات كتير بوجهها وببطنها وبظهرها وبراسها وفي كسور. 9 أيام مرت على مصرع طفلة الأشهر الثلاثة غنى محمود هوانا بعد تعرضها ل12 كسرا في أضلوعها ونقلها إلى مستشفى السنتراز، حيث لا تزال تركض في براد المستشفى ولم تدفن حتى الساعة. قضية غنى لا تزال تشهد تضاربا في المعلومات وسط شبهات تدور حول تعنيف الوالدين لابنتهما وما تبعها من أقاويل وتكهنات. وحده التحقيق سيظهر الحقيقة الحقة، وبالتالي للأهالي حقيقة مغايرة عن تلك التي روجت. هلا نحن هاي الأوضة اللي قاعدين فيها شايفتيها أنت، كان في أخته هون قاعدة وهون أخته، وكان في ولاد عم بيلعبوا هون، البنت كانت نايمة هون. هلا كنا عم بيضحكوا وبيمزحوا وما بعرف شو، دفشته أخته، من دفشة أخته إجا البابا نايمة هون، إجا كله عليها. يعني هي وزنها 4 كيلو، هو وزنه 58 كيلو، يعني شوال سكر وربع. قعد على البنت، البنت بكت شوي ونامت، ببكوتها شوي ونامت، ما حدا انتبه انه صار معها شيء. بعد ب4 أيام لاحظت الام انه هالبنت عم تتاخر لورا، وطلع لها هيك تحت صدرها، هيك مثل كتله تحت صدرها، وما تسكت وما تعرف شو بها. النزيف الداخلي صاير عندها سيلان، البنت عم تتنفس 50%، بلشت تزرق، اي واحد بيدقرا صار يدبغ ازرق، اي واحد بيعمل لها. انا سالت كثير اطباء، فسوخة الراس عم بيقولوا بالنسبه للراس، يعني من كثر ما تعمقنا بالموضوع، البابا ما بتكتمل الجمجمه تبعه ليصير عمره 7 أشهر من هون، يعني اذا بيصوروا على الصوره ممكن يكون او حالهم انه راسه مفسوخ البنت، مش مفسوخ. فشو عمل محمود؟ اجى لعند خيو احمد. احمد نزل هو ومرته على المستشفى، على مستشفى الساحل، صور البنت انه هيك روايه مش سكانر او صوره عظميه او كذا. قالوا له انه البنت عندها نزيف بالروايه وعندها 50% نفس وعندها 2 سم هواء وعندها مي، بدها دخول مستشفى ضروري. قال لهم قد ايه بتكلف عمليتها؟ قالوا له $2600، يعني مش انه مش قادران يدفع مصاري للصراحه. الساعة 4 الصبح هذا الفدغ قال لي وقعت يا إلهام، سألته أنا بس نزل من هون وشفته، قال لي وقعت، وعم بسمهد ليها الحكيم بلكي إنه بتروح. إحنا على مستشفى الساحل بدنا نجيب تقرير إنه هالبنت فات على المستشفى وتصورت، رفضوا يعطونا التقرير، قلنا لهم ليش؟ قال ما بعرف، صار كل شوي تعا بكرة وتعا بعد نص ساعة، آخر شيء بعتونا على الإدارة، رحنا على الإدارة قال ما فينا نعطيكم تقرير. ليه؟ ما فينا يعطونا تقرير، ما بدنا. المستشفيات؟ غير مستشفيات راع عمر كمان رفضوا، الساحل والرسول الأعظم والحكومة رفضوا يعطونا طريق انه هالبنت فاتت على المستشفى وتعاينت عندهم وحكموها، وهن بيتحمل المسؤولية، شافوا وضع البنت انه مش منيح مفروض ما يظهروها لو ما معه مصاري. المرة ما هأذكر اسامي الدكاترة، انا بعرفهم الدكاترة اللي حكموها وعينوها للبنت، هلا ما هأذكر اسمهم. هذا الصبي عن غير قصد وقع على البنت، وبيا واما ما انتبهوا لبعد 3-4 أيام وبلشت رحلة العذاب تبعهم، انتهت انه وضعوا بالسجن لانه ما معهم مصاري دخلوها مستشفى، صاروا المجرمين. خيي ما قتل بنته، خيي ما قتل بنته، اللي قتل بنته هو الفقر وعزة النفس. يعني المصادر الأمنية أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن أي من الوالدين لم يعترف بارتكاب الجريمة التي سينزل بمرتكبها أشد العقوبات. ولكن إذا كان التقصير أو الإهمال مصدره المستشفيات التي دخلتها غنى قبل مصرعها، فهل سيكون للقضاء الجرأة على معاقبتها ومحاسبة المستشفيات على تعاملهم مع المرضى الفقراء كمحمود هوانا؟ رشا الكرم، قناة الجديد.